اهلا بحضراتكم من جديد. الحديث لسه مستمر عن مباراه الغد المرتقبه ما بين الاهلي والرجاء المغربي في دور ربع النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه او في مجموع المباراتين كمان ويتاهل لدور نصف النهائي في سعيه نحو الحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي، عشان يكون يعني انجاز اول مره يحصل في القاره الافريقيه، هتبقى حاجه مهمه جدا جدا. لكن عايز اتكلم مع حضراتكم شويه عن قائمه فريق الرجاء، ومهم قوي ان احنا نكون عارفين القائمه بالعناصر اللي موجوده في هذا الفريق المميز علشان نبقى ملومين بكل شيء. في حراس المرمى انيس الزينيتي الحارس الاساسي المميز، مروان فخر واحمد الحداوي، خط الدفاع زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه جمال الحركس، مروان هدهودي، الياس حداد، عبد الاله مطهور، تشابود وعبد الجليل جبيره وشخاني ومحمد سوبول، وخط الوسط بدر بالهرود وعمر عرجون، محمد زريده، مكحاسي وفابريس نجومه احد اللاعبين المميزين، ومحسن متولي احد عناصر الخبره. اما في خط الهجوم بيني باديانجا وزكريا الهبطي، سفيان بن جديده وفرح وحميد احداد معروف بالنسبه لنا بما انه كان لاعب موجود في نادي الزمالك، وكديما كابونجو طبعا ايضا متواجد في خط الهجوم. دي القائمه الخاصه محمد بفريق الرجاء المغربي، وقائمه مميزه واللاعبين كلهم جيدين، فبالتالي هتكون مباراه غايه في الصعوبه والقوه بكل تاكيد. اكيد قائمه، لكن مش هنقول قائمه قويه بنفس قوه الرجاء في اخر سنتين، لان الرجاء بيفتقد لسفيان رحيمي، طبعا سفيان رحيمي، عبد الاله الحفيظي، بن ملانجو، انت بتتكلم عن ثلاث اربع عناصر اساسيه كانوا يعني مش اقل من 50 هدف احرزهم الرجاء الموسم الماضي بوجود هؤلاء الثلاثي. لكن الصفقات اللي تم تدعيم بها الفريق مع وجود المدرب البلجيكي السابق ما كانتش على نفس المستوى بالنسبه للفريق. لكن اهم ما يميز هذه القائمه واحنا بنتكلم مثلا عن حركاس وهدهود والحداد ومدكور وشبيره والحارس انس اللازنيتي، انت بتتكلم عن خط دفاع صلب بحارس مرمى لم يتلقى سوى هدفين في دور المجموعات، وده اهم ما يميز فريق الرجاء خلال دوري ابطال افريقيا هذا العام، بيتميز بخط الدفاع القوي، حارس مرمى متميز. وان كان في البطوله المحليه يمكن اخر مباراه دخل مرمى انس زنيتي ثلاث اهداف مؤثرين جدا، حتى كان ممكن فريق الرجاء يخرج من كاس العرش. هل ممكن يلعب الحارس البديل الجزائري مروان فخر؟ مش عارف بقى، ممكن التوصي اعتقد بيعتمد دايما على المجموعه كبيره السن او المجموعه الاساسيه. وزنيتي حارس كبير في كل الاحوال، يعني حتى لو في اخطاء ليه او حاجه، بس هو حارس كبير ومفيش حارس بدون اخطاء، فبالتالي اعتقد ان هو ممكن يلجا للخبرات لان اكيد هتبقى مهمه. والله دخل فيه ثلاث اهداف، فانا عايزه يلجا له في مباراه بكره. ماشي. فان شاء الله ممكن نشوف انس زنيتي بكره، او ممكن لو هو مش عايز يعني يصحح او لو عايز يصحح خطا الحارس المباراه السابقه في كاس العرش ممكن يرجع بقى للحارس الاحتياطي الحارس الجزائري مروان فخر. عموما ايا كان مين اللي هيلعب يا محمد، ايا كان مين اللي هيلعب باذن الله، ان شاء الله الاهلي يكون موفق في ماتش بكره باذن الله. طيب.